أنصحك بثمانية أشياء تقبلها مني لئلا يكون
القيامة تعمل منها أربعة وتدع منها أربعة. أما اللواتي تدع أي تترك ما من الشخص الواحد. إني أيها الولد إني أنصحك بتمنيك أشياء تقبلها مني لئلا يكون علمك خصما عليك يوم القيامة. إن العلم اللي تتعلمه يكون عدو لك يوم القيامة. خلاص اللي هي أول من يسعر النار به ثلاثة. وعياذ بالله تعالى أول من يسعر به الناس ثلاثة. عالم وشجاع وجاد من المال أو كما ورد في الحديث أو كما من معناه. فيؤتى بالعالم فيقول وقارن وعالم وجاد من المال وشجاع يعني شهيد. فيؤتى بالعالم فيقول فيما تعلمت فيقول تعلمت العلم فيك. يقول لا إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل ويؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالقارئ فيقال قرأت القرآن فيك وتعلمت وعلمته. فيقول لا إنما قرأت ليقال قارئ ويؤمر به فيسحب على وجهه فيبقى في النار. ويؤتى بالجواد اللي هو سخيف فيقدم فيما انفقته. قال يقول انفقت يا رب. فيقول لا ولكن انفقت ليقال جواد اي كريم فقط قيل. ويؤمر به فيسحب على وجهه فيبقى في النار. ويؤتى بغدر قاتل فيقدم فيما قتلت. قال قتلت فيك يا رب. قال بل قتلت ليقال شجاع فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيبقى في النار. ان العلم هنا يكون اذا لم يكن يعمل به انسان ولو بعشر ما تعلم فيكون العلم وبال عليه يوم القيامه وشاهدا عليه. الحديث الاخر يدل على ذلك. يجتمع اهل النار على رجل يدور حول قصبه في النار كما يدور الحمار في البحر. فيجتمع عليها اهل النار فيقول ما لك يا فلان الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فيقول بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر واتي. فلو انك كما يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر الثالث لو انكم عملت لجاتي انتم لو تركتم عشر ما تعملون به لهلكتم. وياتي على الناس تماما لو عملوا بعشر ما يعلمون لنجوا. قالوا لنا ذلك يا رسول الله. قال لانكم تجدون على العمل عونا وهم لا يجدون ذلك على ايه؟ على العمل. من العمل بما تعلم. ده من اهم الدرجات. خلاص؟ ايها الوالد اني انصحك باشياء تقبلها مني لئلا يكون علمك خصما عليك يوم القيامه. تعمل منها أربعة وتدع منها أربعة. كانت أربع أشياء من الأشياء الإنسان الأربعة وأربعة تدع. أما اللواتي تدع يعني تركا فأحدها ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت لأن فيها آفات كثيرة فإثمها أكبر من نفعها. إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها. يعني نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق لا يضيع ولا يضيع جاز البحث لأن لتلك الإرادة علامتان. لكن لتلك الإرادة علامتان أحدها ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على غير لسانك أو على لسان غيرك. والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ. قال أحدها ترك ألا تناظر أحدا تترك المناظرة العلمية. وهنشرح تفصيل هذا. أي فرق لا تجادل بمعنى المجادلة. المجادلة جدال باطل وجدال حق. الجدال لإظهار الحق مطلوب. خلاص؟ والجدال من اجل الرياء والسمعه
وإدارة إنك على الحق، بل قد يأتي بها الرسوم إنك أنت تصر على الباطل وتدافع عن الباطل كثيرا. أو ده حاجة نفسية كده. لكن الإنسان هو في المناظرة أولا إما أن يكون عنده شيء مضمون أو مقطوع به، إذا كان الشيء ده مقطوع به كالإجماعات في المناظرة هنا لبيان حق وإجماع الأمة على ذلك وعدم وجود الخلاف وعدم اعتبار المعارض. ماشي؟ يبقى إظهار الحق في المسائل كتير جدا كده الإجماعات. يبقى هنا أنت بتظهر الحق وإنك بالعكس قد تشتد فيه، لأن إيه؟ هذا الأمر المعروف والإنكار المنكر. المنكر قد تخالف الإجماع. خلاص؟ فمن هذا يكون قد يكون فيه نوع من الشدة، في أمر معروف عن المنكر، لأن المعارض خالف الإجماع في ذلك. كأن يأتي الرجل ويقول إيه؟ نحن نكتفي بشهادة لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله يبقى مؤمن ومسلم، حتى ولو كان نصرانيا أو يهوديا. هذا ما قال به أحد من علماء المسلمين. رجل يقول مثلا أن من جامع امرأته ولم ينزل لا يجب عليه غسل. هذا بإجماع المسلمين من عشرة قرون، وهذا يجب الأمر المعروف عنه أمر فيه مثل هذه المسائل. ودي مش داخلة في المناظرة، ده داخلة في المقصود به من الإسلام. خلاص؟ لكن المناظرة قد تكون في شيء لا يظهر للطرف الآخر، أو شيء فيه خلاف. أحبها أن تناظر أحدا في مسألة نستطع فقط إن كانت ما تعملش مناظرة، إلا لو كان بحث العلمي كما نحن نبحث وندرس ونشوف الأدلة ونرجح بين المدرسة، لكن تجد أصحاب الأتباع المذاهب الأربعة متحابي. أنا مثلا الشيخ الدكتور ريان أحبه جدا، خلاص مغامر أصلا، خلاص وهكذا يعني في محبة دايما. بعض التلاميذ دي اللي انا بشرح عليهم هو الامام عبد الاحناف، امام الائمه الحنفيه، وانا يعني احبه جدا. لكن شوف بقى دول كلهم بتحب الاطفال، لكن تيجي واحد يقول متشدد او سلفي متعفرط، ها؟ ولا يتكلم بما انه عدم مش منهج واحد، منهج مختلف. فأحدها أتى تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، لأن فيها آفات كثيرة. المناظرة لو كانت ابتداء بإظهار الحق، أو يعني إعلام الناس، فإثمها أكبر من نفعها، تعتبرها آفات ممكن. لكن أولا المناظرة لاتباع الحق والإظهار والعمل به، دي أول حاجة كده حلوة ماشي، لكن تعتبرها شيء أخرى. اللي هي منبع كل خلق ذميم. المناظرة للصفة المذمومة منبع كل خلق ذميم. كالرياء تلاقي نفسك بترائي الناس وانت بتناظرهم. والحسد إذا ظهر الحق على أي واحد تاني تحسده. خلاص؟ والكبر إنك تتكبر ولا تريد أن يظهر الحق على يد غيرك. ها؟ أو أنك ما أنت عليه، وبعدين قد تأتي نفسك تظهر وأنك ما يكون أنت عليه تشوف أنه باطل تصر عليه. خلاص؟ الكبر تتكبر على اتباع الحق. والحمد لله من فضل الله تعالى علي كثير من المحبين ليا وزملائي، إذا أنا أخطأت في مسألة أرجع فأعيدها في درس مرة أخرى بعد مراجعتها والتأكد من أني أخطأت. الحمد لله عندي رسوخ في العلم قليل، لكن إذا أخطأت ما مش معصوم. أخت الكثير الدكتور محمد حسن أبو عز يعني يكتشف بعض الأخطاء كده فينبهني عليه، فأنا أرجع أخذ المسألة وأقرر ذلك من الناس. أظن أن التوفيق الله تعالى على وجود الكبر والإعراض عن الحق بسبب النفس والهوى، أنك ده رأيك وأنت قلته. والحقد أنك تحقد على الآخرين إذا كانوا أبلغ منك وأمكن في الحجة والمعرفة. والعداوة كثيرا يصير الحسد يكتبه حقد يكتبه عداوة. فالأول تحسده على النعمة وتريد أن تكون عنده ولا تكون عندك ولا تكون عنده، وبعد كده يبتدي لو استمر ذلك يؤدي إلى حقد. كل مرة نعمة تظهر على يديه ويبقى عندك ناقصة فأنت تحقد عليه، بعد كده تصير بينك نتيجة الحقد ده على ذلك. فده ترتيب الحسد. الحسد يؤدي إلى الحقد ويؤدي إلى العداوة، وده يمشي مع الكبر في الجميع. مراتب يمشي الكبر مع المراتب دي، مع الحسد والحقد والعداوة. والمباهاة انه يتباهى امام الناس بانه على الحق والاخرين على الباطل، او يتباهى
عن بداية المناظرة والمجادلة. نعم، نعم تأتي للاستدراك والاستثناء، نتيجة كلمة نعم يبقى اللي جاي ده ليس له حكم السابق، بل هو استدراك واستثناء. لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم، وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق، مش إنك أنت تظهر ما في عندك من العلم أو تباهي أو تضاهي، ها؟ أو تماري، إنما أردت إظهار الحق، لأن أول حاجة قصدنا في العلم والمجادلة التي هي أحسن إظهار الحق. أنا أتبع ونرجع إليه، تبقى حلوة. نعم، لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم، وكانت إرادتك القلبية فيها أن تظهر الحق، وإذا الحق ظهر على غير ما عندك فترجع إليه وتدب وما إلى ذلك، ولا يضيع، عشان الحق ما يضيعش زي مسائل الإجماعات، تقعد كثير كثير جدا من الإجماعات لجهل الناس بها. تقعد كثيرا من الإجماعات لجهل الناس بها. جاز البحث في هذه الحلقة، يجوز البحث المنظور. لكن بتلك الإرادة على متى؟ الإرادة القلبية اللي أنت بتريد إظهار الحق ليها علامتين تدل على أنك أنت في نية سليمة وأنك تريد إظهار الحق. أحدها ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، دي الدرجة الأولى. الأدرى مقصدنا ظهور الحق، إظهار الحق، معرفة الحق. مش مقصدنا أن يظهر الحق على غيرك. ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك؟ بل الإمام الشافعي قد أتى بالقمة في هذا الأمر، فقال: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت أن يظهر الحق على يدي، مش على يدي، على بيده، ها؟ أن الحق يظهر على لسانه ويديه، مش على يدي، مش على يدي، دي الدرجة الأولى بقى، إن مش مهم الحق يظهر على يدي، أنا عايز الحق يظهر على إيه؟ الطرف المنادر الآخر. يقدر يقول ان ايه انا كالعادة انا كبير تراب ابن التراب كما اقول في الطريق واضح المهم اظهار الحق ولو ظهر على يد غيري او لسان غيري يبقى اول الا تفرق بين ان ينكشف الحق على لسانك او على لسان غيري الثانيه ان يكون البحث في الخلايا احب اليك من ان يكون في الملا هذا يتكلم على الكم يتكلم عن كامل الاله كامل الاله في ابتهاج فهمت يقول لي أهم حاجة أهم حاجة كده إنه البحث العقلي المواد عنده الملكة عنده فهو يبحث بعقله فيقول لو بحثت في الخلاء بدون مناظرة مع الناس هيكون أحب إلي ودي المسألة في ذهني حتى أصل فيها إلى الحق بأدلتي وما إلى ذلك وأصولي اللي أنا أحفظها وأشتغل فيها في ذهني فيكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملك كل الأشياء دي فيها استثناءات ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك؟ طب دي مسألة إجماعية والغير جاهل أتمنى إظهار الحق على يديك لأن الإجماع زي المسألة الإجماعية المعروفة خلاص أو غير المعروف فأنا أتمنى أن يظهر الله الحق على يديك ها؟ حتى يتبين الحق أمام الناس واضح وأمام هذا المناظر لي لأنها إجماع ماشي الا لو كنت انت عندي نوع من الجهل مش عارف فيها اجماع تدخل في المراحل الثانيه بقى. احنا قدام المطر الامور المختلف فيها. والثاني برضه له استثناء ان يكون البحث في الخلاء احب اليك من البحث من ان يكون في الملا باعتبار انك انت بتطلع حجه الاخرين وفكرهم وبحثهم ايضا وتناقش لكن قصدك برضه ايه اظهار الحق ولو لم يظهر على لسانك او على قلبك. واسمع اني اذكر لك ومن فائده واعلم ان السؤال عن المشكلات عرض عن المشكلات عرض مرض القلب الى الطبيب والجواب له سعي لاصلاح مرض واسمع اني اذكر لك هنا فائده واعلم ان السؤال عن المشكلات عن المشكلات عرض مرض القلب الى الطبيب والجواب له سعي لاصلاح مرضه يبقى ايه في حاله الحرب برضه مستثنى اسال في حاله مرض القلوب اسال كيف بشيء الامام يقول ايه؟ ان السؤال عن مشكلات عرض مرض القلب الى الطبيب اذا الطبيب
متخصص كان كده للطبيب في المرض البدني، كده الى طبيب في المرض القلبي. والجواب ده سعي لاصلاح مرض، جواب الطبيب ده سعي لاصلاح المرض. فده من باب السؤال وليس من باب المناظره، ده من باب طلب العلم وليس من باب المناظره اللي هي فيها نوع من الهدف. واعلم ان الجاهلين المرضى قلوبهم، واعلم ان الجاهلين المرضى قلوبهم، الجاهل مريض القلب، والعلماء الاطباء، والعالم الناقص لا يحسن المعالجه، والعالم الكامل لا يعالج كل مريض بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجه والصلاه. واذا كانت العله مزمنه او عقيمه لا تقبل العلاج فحداقة الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقدر العلاج، فلا تشتغل فيه بمداوته لأن فيه تضييع العمر. واعلم أن الجاهلين المرضى، ويتكلم عن مرض القلب دلوقتي، ومرض القلب ده كما هو من شأن الإمام الغزالي أنه يقول على العامل ومريض القلب أو على الذي يشكل الذي يسأل عن مشكلات القلوب ده فرض عين. ورأى أن السؤال عن مشكلات القلوب فرض عين، وعن أمراض القلوب فرض عين. وهو يضع في كتابه في باب المهلكات نظام معين في باب علاج القلب ثم المهلكات. النظام الأول الكشف عن المرض موجود أم لا، وإذا كان الكشف إذا مات بوجود المرض، إذا خلى القلب من المرض يحمد الله تعالى، وإن كان موجود القلب في المرض بأي درجة من الدرجات يجب بمعيار معين يجد المرض موجود. خلاص؟ إذا وجد المرض يقول على كيفية العلاج بتاعته وإدارته تماما من أعلى درجات تلقي المرض إلى نهاية القضاء عليه تماما بامتحانه زي الغضب. والغضب مثلا تلقي مرض الغضب أنه يغمى عليه من شدة الغضب. بل الإمام الغزالي يقول في الحكاية أن بعضهم مات من شدة الغضب. غضب غضبا شديدا فمات. من الدرجه العليا في الغضب هي يجب تعالج. طب واقل منها انه تجده كبهيمه يرفس ويضرب ويغضب وهو ضارب. والبعض الاخر في اقل في الغضب، واقل منها ايضا في الغضب ان يكون يقذف ويشتم ويسب والعياذ بالله تعالى. اقل منه ان هو يقول الفاظ لكنها قليل. أقل منه يظهر عليه الغضب، وهكذا. الدرجات الغضبية مرات كثيرة جدا تحتاج إلى علاج حتى يصل الغضب إلى الحال المرضي شرعا، اللي هو إيه؟ حال المستوى الوسط. ماشي؟ قلنا لأنه بين طرفين التبني والتهور. برضه أيضا الغضب هذا. فكمثال إن هو إيه؟ المريض ابن الغزالي يضع لكل حاجة مقياس، المرض ده موجود ولا لا؟ بتتكلم عن على ما اعتقد 53,000 تنتج بالرياء الكبر وآفة اللسان وآفة البطن، يعني عن فيحدد بكل آفة علامة ومقياس هل موجودة ولا لا. بعد كده يبتدي لو موجودة يقول لك كيفية العلاج وترتيبه لأنه مراحل. ماشي؟ فالذي مثلا هو ده وصل لحالة الغضب من يوم عليه الغضب، أقول له لا انتظر قليلا، لازم مش هيدينه علاج لانه ما تغضبش خالص، مش هيعرف، لن يستطيع، لان التمكن من الغضب منه شديد، فيحتاج الى تدريب وترتيب معين ذكره هناك في كتاب ايه؟ آفة الغضب وكيفية علاجها. انا بدي كمثال آفة الغضب مثلا. خلاص؟ واعلم ان الجاهلين المرضى قلوبهم، الجاهلين هم اللي قلوبهم مرضى. لان الجاهل غالبا لا يدري هو مرض ام لا. ماشي؟ الجاهل لا اذا كان هو مريض ام لا. والعلماء اطباء، العلماء اللي هم المربين الذين يعالجون القلوب دول اطباء. والعالم الناقص لا يحسن المعالجه. لكن في الاطباء درجتنا ما هو نفس كل الموجود في الطب المعنوي مرادفه في صورة الطب الحسي بالظبط. الطب الحسي اللي في اطباء هنا فنقول ايه؟ ليس اهم حاجه ان تكون مؤدى للتطبيق، انها واصله الى مرحله يعني قد يكون عالم ناقص لكن تمثلت اسس التطبيق عنده الاوليه.
يعني اتخرج من كليه الطب بيشتغل في امتياز ماشي، لكن لسه ما اتخرجش ده ما ينفعش. لكن اتخرج من كليه الطب ده حد ادنى ليبتدي يعالج خلاص، زي الحد الادنى في اي مريض. نعم اي مريض. ها بالنسبه لان ايه الحد الادنى لاي مريض ان هو مثلا العلاج بتاع اي مريض نفسي او مريض دينيا، اول حاجه ينص على فرائض ربنا والاركان، اركان الاسلام الخمسه، وانه يدرك انه من قلب الكبائر، دي اول حاجه يدركها كل واحد العام يمكن تبقى يشترك في التعليم هذا. ها يبقى كل واحد طبيب اصلا، ها لانه عنده الحد الادنى. مش عارف بقى في ناس ما تعرفش الفرائض بقى اصلا دول المرضى، لكن اللي بيعرف الفرائض والاركان وعارف المحرمات والكبائر ده يستطيع يعالج الانسان. بس يكون عندي برضه الملكه الطبيه التي تمكنه. يبقى عنده الملكه التي تمكنه، لان مش محتاج بس انه عارف الاركان وعارف الموبقات، لا الواجبات من ناحيه الاركان وغير الموبقات من هو المحرمات ليست من الكبائر وهكذا، ويحصل على الكبائر بقدر الامكان وعدد الواجبات بقدر الامكان. ها عند ذلك يستطيع ان هو يعالج، بس يكون عنده مرحله المعالجه برضه ايضا. فكانه تخرج من كليه الطب الا انه لم يستخدم السنه التاهيل اللي يتدرب فيها مع الاطباء، يعتمد التدرب مع الاطباء. فاذا اخذ السنه خلص بكالوريوس الطب واخذ السنه التاهيليه، ها اللي هي سنه التدريب دي او سنه الامتياز عندنا في مصر، خلاص كده معدل ان يكون طبيب ممكن. ما قبل ذلك لا يصلح. وده الدرجه اللي بنتكلم عليها ايه؟ العالم، والعالم الناقص لا يحسن من العالم. ماشي. اللي هو لسه ما عملش سنه الامتياز. خلص واتخرج لكن لسه ما عملش امتياز، او لسه ما اتخرجش. لكن خلص وعمل سنه الامتياز ده بيبتدي الممارسه كفعل بقى في الطب. خلاص؟ فمثاله الذي لم يتخرج او تخرج ولم يؤدي سنه الامتياز اللي هي التدريب العملي كالعالم الناقص لا يحسن المعلم. طب والعالم والعالم الكامل اول حاجه عمل الامتياز خلاص واتدرب وشاف الاطباء بيعملوا ايه وتمرس معهم. العالم دي اقل ايه؟ العالم الكامل اقل من كده. اما في عالم كامل فانا نفسك الى مدى نهائي الى قرب الزمان اللي هو اعلم اهل الارض اللي هو يعالج بالنظره والولد المحمدي وما الى ذلك. بتكلم في المقابلات الحسي والمعنوي. والعالم الكامل لا يعالج كل مريض، بل هم يعالجون كل المرضى اللي هو الطب والاطباء الاربعه والدرب يعالجوا كل المرضى الا ان شاء الله هدايته، هدايته لان هو ممكن يكون ايه ربنا لم يشا هدايه هذا الانسان. فالكامل ده بيبقى عالم ربنا يطيعه هذا الانسان هيهتدي ام لا؟ ينتج معه الكلام ام لا ينتج؟ وازاي يسكت؟ الكامل خالص ده بقى اللي هو زي ما قلت كبير الاطباء اللي هو الكشف بتاعه 500 جنيه وفي واحد تاني كشف 50 جنيه. فكبير الاطباء ده اللي هو بيروح على طول جرب ما يبص له كده يعرف. ها كان عندنا في كذا واحد انا درست معهم الدكتور مصطفى بهجه ده كان مدير مستشفى معالي مستشفى الشرطه والكبار. فده كان بالنظر كده يقول ايه يطلع نظر ما شاء الله بعد كده دول يقول لك ده بالنظر وفي الحس. المعنويين دول الاكابر الاخطار او العلماء الاكابر المربين يستطيع ربنا يتبعه الانسان ده هيبتدي ام لا. ما يقعدش معايا كتير يبحث طالما ان هم ربنا مش كاتب له الهدايه على يدي. قد يكون ليس له هدايه بس مش عنده، مش على يد الكامل ده. اما الانسان اللي هو في مرحله الوسط كطبيب عادي، ها يبقى الاول كده هو نفس المعالجه اول ما يلتقي يبقى ممارس عام يمارس جميع الامراض بس حاجه عامه واضح بخلاف المتخصص في طب مثلا القلوب او الشرايين او ما الى ذلك تخصصات ايضا هكذا. ومنهم من يكون جمع معظم التخصصات هو الكمل بل يعالج من يرجو فيه القلب. والعالم الكامل لا يعالج كل مريض الا سيد الخلق يعالج كل مريض فإلا ما شاء الله إلا ما شاء الله ألا يهديك وهتبع الكفر وما تكونش العلاج عن سنة خمسة خلاص لست عليهم لمسيطر خلاص. ولذلك يجي الأخطار التي تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه مثلا عجائب من القرآن
اللهم اهدي احد العمرين. طب ما كان يقول اللهم اهدي العمرين، لكن ربنا شاكر مشيئه الله. فانت كل شيء في العالم الكامل ده تعرف ان مشيئه الله يعني محكمه، انا بك واليك واضح، انا بالله ومن الله والى الله وفي الله وعلى الله، كل شيء في ايه؟ لله. خلاص سيدنا عارف ان الولاد دول شيء، عارف ان واحد منهم شيء، فقال اللهم اهدي احد العمرين. فابتدى سيدنا ابن الخطاب ولم يهتدي عليه لعنه الله عمرو بن هشام. بل يعالج من يرضي قبول المعالجة والصلاح. إنسان يقبل المعالجة والصلاح وإنسان لا يقبلها. إذا المعالج يبقى أقل شيء عنده مدد رباني يبقى عارف ده يقبل العلاج ولا لا. إلا في بعض الأحيان إنه في جميع الأحيان يقيم على الحجة الصادرة. خلاص الحجة الصغيرة بقدر إيه أصول الشريعة اللي هي زي اللي بتخرج من الصف وعمل الامتياز، لازم تصلي الفرائض تلتزم الأركان تترك الكبائر وما إلى ذلك. بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاة. طيب. ابن رجل يرجو ايه بالمدد الربي، ربنا بالفعل ده ممكن يستجيب، ممكن يلتقي، ممكن ايه يعني ايه يزول ما عنده من الامراض النفسية طبعا اللي هي القلبية. وإذا كانت العلة مزمنة أو عقيما لا تحضر العلاج فحدقة الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج، فلا تشتغل فيه بمداواته لأن فيه تضيع العمر. اكتشف عنده داء عرض معضلة، داء مميتا لا شفاء له ولا علاج إلى الآن. عند ذلك يقول ريح نفسك اطمئن، كل يشرب بيت عليه هكذا يعني يريح المريض برضه ده بيريحه، بس هو عارف ان مفيش علاج، عايز شيء معين يعني يدخل منه يقضي يعالج، بس مفيش حاجه ما فيهاش علاج في ايه؟ في امراض القلوب يعني عند ايه؟ العارفين بالله تعالى. واضح؟ طيب واذا كانت العله مزمنه متمكنه من الانسان تؤدي الى موته، او يعني هنا في المعنى اتى اليه ميت القلب ولم يستجيب، علم من الله بالمدد كده ان هو ما يستجيبش خالص، يعني مش هيبدا يسيبه زي ما هو كده، ما تخلوش يزداد كفرا بالله تعالى وبعدا عنه. او عقيما، العقيم الذي لا ينجم خلاص لا تقبل العلاج. لكن هذا طبعا ايه؟ الميؤوس منه ده هذا حال الميؤوس منه، وهو اصبح الان نادر كما في الطب اشياء كان ميؤوس منها كثير اصبح يعالج خلاص، فالاستسقاء يعالج، الامراض كثير جدا يموت بها الناس في الازمان السابقه، ها والصحابه والتابعين الى انها الان اصبحت لها علاج. خلاص؟ كانت تكون سبب موت كثير من الناس، لكن اصبح لها علاج، هكذا ايضا مع تمكن المربي يستطيع ان يصل اليه في النقطه التي توقنه ها وتجعله يثبت برب العالمين. فحدقة الطبيب فيها ان يقول هذا لا يقبل العلاج، فلا تشتغل فيه بمدواته لان فيه تضييع العمر. الا ان قلنا فوق كل ذي علم عليم وفوق كل رب مربي اعلم منه اعلى منه. خلاص؟ فيجي واحد طبيب لسه مخلص الامتياز وهو عمل السنه التعليمي ويدق يشتغل، شبه زي ما قلت 30 سنه خبره. خلاص؟ اللي عنده الملكه اقوى والتربيه اقوى وتمكن التربيه من نفسه على القدم المحمدي صلى الله عليه وسلم يتمكن اكثر في العلاج. زي ما تروح للدكتور مبتدئ يقول لك المرض ده انا مش عارف، يحوله على واحد تاني، ويروح لواحد متمكن عالم كعالم بقى يقدر يستطيع. واحد يروح لواحد يروح للدكتور يقول لك المرض ده ده ملوش علاج عندي، ويروح لواحد تاني امكن يقول لك في علاج واشتغل وهكذا. واضح؟ ثم اعلم ان مرض الجهل على اربعه انواع، احدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل. اما الذي يقبل العلاج يتكلم عن ايه؟ الجهل اللي هو مرض القلب. خلاص؟ مرض القلب جاءت الجهل. احدها ان احد انواع الجهل من كان سؤاله واعتراضه عن حسده وبغضه.
أما الذي لا يعمل فحبيبها. من كان سؤاله وأقماره عن حسده وبعده، فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسدا. فالطريق ألا تشتغل بجوابه، فقد قيل: كل عداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك على الحسد. فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه. قال الله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أو النوع لا يقبل ينتج الجهل أربعة أنواع. وقبل الجهل كده عمى بصيرة، بمعنى إيه؟ أن جهله جعل بصيرته لا ترى الحق، فلا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا أنه يريد أن يكون أحسن منك وأن تذهب النعمة من عندك وتأتي. مش قصدي إن هو جاهل بإظهار الحق. وده طمس عليه باب العروج والسلوك، لأنه بالحسد للأفك سده، هو مش عايز يشوفك أنت كويس، عايز يشوفك أنت وحش. بس ده المراد، إنك تبقى في حال نقص وفي حال كمال. أحدها من كان سؤاله إلى إيه؟ ثم أعلم أن مرض الجهل على أربعة أنواع. أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل. أما الذي لا يقبل العلاج، يعني أحدها الثلاثة دول ما فيهوش علاج، من كان سؤاله واعتراضه السؤال بتاعه والاعتراض بتاعه عن حسد في قلبه، عن حسد وضعه يكرهك ويبغضك ويحسدك، فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا غضبا وعداوة وحسدا، يزداد ويغضب عليك ويبتدي يغضب الحق باطل وضعه الحق. ليه؟ لأنه عنده حائل في أن يقبل الحق بعداوته وحسده وما إلى ذلك. فالطريق بيننا هذا مكان يجادل كثير، وبيجادل وتحس ان مجادلاته وصلت الى حد الباطل وعايز يمسك الباطل. ايه الطريق؟ الا تشتغل بجواب، ما تشتغلش نفسك. سؤال اثنين ثلاثه كده هو يطلب ويؤيد الباطل ويبطل الحق، بس اقفل معاه قول له خلاص كفايه. فالطريق الا تشتغل بجوابه، فقد قيل: كل عداوه قد ترجى ازالتها، كل انواع العداء ممكن يزول إلا عداوة من عاداك من حسد، إلا من يحسدك العداوة بتاعته يتزول. قلنا العداوة دي حسد وبعدين بغض وبعدين عداوة. فعداوة الحسد ده نتجت عن بغض ليك، هي الغضب يكرهك ويعدوك يتعب. فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه. جايز يكون علاجه مش عندك، خلي بالك إن الله لطيف بعلاجه. ولو هو يوما ما احسن في شيء ربنا هيرد الاحسان بتاعه من اتاني من تقرر اليه ذراعا تقررت اليه باعا ومن تقرر اليه باعا تقررت اليه ذراعا ومن تقرر اليه ذراعا من تقرر اليه شبرا تقررت اليه ذراعا ومن تقرر اليه ذراعا تقررت اليه باعا ومن جاءني يمشي اتركه هوى. فالانسان لو عمل احسان معينا ربنا مش هيتركه وهيرد به، لكن قد يكون لطفي مش على يديك على يد غيرك، فتسيبه ده. وايه اللي ممكن بالنسبه لشان الجماعه؟ انك ايه لا تجادله ولا تستمر في الحديث معه طالما انه وصل الى باب مغلق لا يقبل الحق او يقبل الموازين، يقبل الحق باطلا والباطل حقا، ينتصر الناس مع العداوه دي. فينبغي ان تعرض عنه وتتركه مع مرضه. قال الله تعالى: فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع عمله. الحسود ده هو نفسه بتاكله وهو في نار من الحسد ده، قاعد نعم تزيد عليه وهو يزداد انتقاد النار في قلبه، عايز النعمه تظهر من عندك، الحسد تمني زوال النعمه من عند الاخرين. خلاص؟ وهذا الحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع عمله، ده هو بيحرق عمله، هو ايه؟
النار ثواب اعماله بتاكلها النار، نار الحسد كده. كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحر. رواه ابو داود وابن ماجه. يبقى حديث ما يعني فينا حجج في الاحتجاج. الامر الثاني، الحال الثاني الذي يكون الجهل ليس له علاج، ان تكون الجهل ليس له علاج، الحاله الثانيه من الجهل الذي ليس له علاج او لا يقدر العلاج. الثاني ان تكون علته من الحناقد وهو ايضا لا يقدر العلاج، كما قال عيسى عليه السلام: اني ما عجزت عن احياء الموتى فقد عجزت عن معالجة أحمر. وذلك رجل يشتغل بالطلب العلمي زمنا قليلا ويتعلم شيئا من العلم العقلي والشرعي، فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير الذي أمضى عمره في العلوم العقلية والشرعية، وهذا الأحمق لا يعلم، ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل بالعالم الكبير، فإذا لم يعلم هذا القدر لا يكون سؤاله من حماقة، فينبغي ألا تشتغل بجوابه. هذا الصنف الثاني الذي لا ينفع معه العلاج في العمل نتيجة الجهل، جاهل أحمق. والصنف الأول جاهل، جاهل حسود، ها؟ والصنف الثاني جاهل أحمق. فالجاهل الأحمق ده عنده حماقة. من إيه اللي حصل؟ هو عندما اطلع على قشر العلم، هو عنده علم قديم هو قشر، وظن أنه عنده العلم الغزير ولب العلم، فدي الحماقة بتاعته، وظن أنه قد وصل إلى العلم. فهذا لما بيجادل، بيجادل زي بالظبط إيه؟ المشايخ الأكابر يقول قاعدة، الناس مش فاهمة القاعدة وهم عارفين خلاص، فدي بالنسبه للعالم المفروض اسلم، بس القاعده مش فاهمها سلم، فهمتها برضه سلم. القاعده هي معروفه من قواعد الشريعه، فالجاهل بها يتعلمها والعالم بها يسلم لها. والثاني ان تكون علته من الحماقه وهو ايضا لا يقبل العلاج، صنف لا يقبل العلاج. لما قال عيسى عليه السلام: اني ما عجزت عن احياء الموتى وقد عجزت عن معالجه الاحمر. خلاص اللي بيظن ان عنده علم الاولين والاخرين والاخرين وهو جاهل ايضا، الا انه اتصف بالحمق فاغلق عليه الحمق باب التعلم او القبول. وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا ويتعلم شيئا من العلم العقلي والشرعي. فاحنا عندنا هنا جهل لا تعلمه خالص او ولا عندهم علم بالمعنى العلم العقلي والشرعي، يعني ايه؟ ما يعرفش يعني علم عقلي وعلم شرعي. فيسأل ويعترض من حماقته. طيب العلم العقلي، العلم الشرعي ما ورد بالسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة وما إلى ذلك، دي كلها علم شرعي أي سمعي. العلم العقلي، العلوم العقلية دي اللي هي مادة العقل، اللي هي علم المنطق الإسلامي اللي هو السنة المنورة وشروح السنة والقواعد العقلية التي يتفق عليها العقلاء سواء كافر أو مؤمن. ها؟ زي مثلا ايه؟ يدي لك مثلا الشكل الاول، الشكل الاول ها بشروطه اذا انتج تبقى النتيجه بتاعته قطعيه. بيستخدمها كتير جدا العلماء. الشكل الاول ها من الاشكال المنطقيه له 16 حاله، منها حاله واحده بالشكل الاول بتبقى قطعيه، النتيجه قطعيه. اديك مثال ولا اشتغل؟ طيب اللي هو مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، ومقدمة صغرى فيها موضوع ومحمول، ومقدمة كبرى فيها موضوع ومحمول ونتيجة. ها والقدر المشترك في المقدمة الصغرى والكبرى
ان محمول الصغرى هو موضوع الكبرى. مثال لذلك، واشتغل فيها الشوط ده عشان تبقى ممتنه النتيجه القطعيه. خلاص؟ صدق المقدمتين. خلاص؟ اذا كانت الشمس ساطعه فالنهار موجود. تبقى الشمس ساطعه يبقى النهار موجود. خلاص؟ مش كريم. مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة. المهم ان ايه؟ في شروط المقدمة دي بتبقى قطعية، ما تكون المقدمة الصغرى الموجبة والكبرى كلية، ها؟ يبقى النتيجة قطعية مع صدق المقدمتين. لو تفكر كده عند المنطقة العقلاء مهما كان كاف ومعاند، لو كنت وعملت له قاعدة كده بالشكل ده بصدق المقدمتين يسلم لك قطع، ولو كان معاند في الإسلام. واضح؟ ده شيء يتفق على العقلاء، من القواعد المنطقية العقلية، ها؟ عايدة عدم اقتناع النقيضين وجواز اجتماع الضدين. خلاص؟ جواز ارتفاع الضدين. ها؟ دي قواعد منطقية في علم المنطق يضعها العالم في عقله كقواعد عقلية يستخدمها مع القواعد الشرعية، مع العلم الشرعي. واضح؟ لأن العقل إيه؟ كما يقول سيدنا الشيخ حسن شافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأطال في عمره وحسن عالمه، دكتور حسن شافعي يقول إيه؟ العقل يستند والشرع يعتمد. فكاي كده دايما تقول ايه؟ هذا جائز شرعا ويجب، هذا جائز عقلا ويجب بالشرع. خلاص؟ جائز عقلا ويجب بالشرع. تخيل مثلا لا يحكم عقل ويحكم شرع. خلاص؟ العقل يستند الى الجواز وعدم البطلان وعدم التعارض والتناقض. وعندما يصل الجواز يتم عليه بحكم الشرع. فما فيش تعارض بين الشرع والعقل مطلقا. ماشي؟ ولو كان ظهر صورة. في المسائل العقلية القطعية لا يمكن يأتي فيها معنى شرعي صحيح. طيب لو تعارض العقل مع الشرع، مسألة قطع بها العقل إن هي دي مش ممكن أبدا. خلاص؟ وقطعوا كده العقلاء. زي اجتماع النقيضين. وجاء الشرع في مسألة ليها وجهين، وجه موافق للقول العقلاء ومخالف لقول العقلاء. فناخد من الشرع الايه؟ الاحتمال المطلق لقول العقلاء. خلاص؟ ماشي؟ لان هو موجود في الشرع وننقل قول المخالف لقول العقلاء. لان الدين، ها؟ العقل والشرع، الكون ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فالخلق موجود والأمر اللي هو الشرع، والخلق ده اللي هو الموجود في الايه؟ في الطبيعة، متوافقين لأنهم صادرين عن الله تعالى من صنعه سبحانه وتعالى. فإيه؟ الأمر بقليل من العلم العقلي والشرع فيسأل، يعتقد الايه؟ آلته كملت، يعتقد الجانب ده اللي هو عنده قليلا من العلم. رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا ويتعلم شيئا من العلم العقلي والشرعي. شيء بسيط. احنا عندنا قاعده ايه؟ انك لو بتدرس علم واحد تعطيه كلك ليعطيك بعضه. لو بتدرس علم واحد طول حياتك فتعطيه كل شيء هو يعطيك البعض بتاعه. الا من قدر الله ان يكون بالغ في مثلا لو كنت اشتغلت بالنحو للنهار في حياتك في الاخر هتوصل زي سيبويه. لا مش هتوصل. يبقى اعطاك العلم لو اشتغلت دي ليلة نهار بعضا. طب ايش شان العلم الواقع؟ ده بقى اظن ان ايه؟ القليل من العلم وقليل من المعقول والمنقول انه وصل الى باطن العلم. وبقر العلم. سيدنا محمد الباقر بقر باطن العلم وغير الامام المجتهد سيدنا محمد الباقر ده من اهل السنه والجماعه. الا ان هذا الذي خيل اليه انه وصل الى العلم عندما تخيل انه عنده علم كثير وصل الى الجهل. فالذي يعتقد انه وصل الى علم كثير يبقى وصل الى الجهل.
فلما هو عنده كده اعتقد انه عنده علم كثير وهو ما عندوش حاجه، ها فها يسال ويعترض من حماقته مع قيمه جهله على العالم الكبير، مع قيمه علمه ايضا، قصدي مع قيمه علمه يعترض في حماقه بظن انه صار عالما بقليل العلم الذي حصل من المعقول والمنقول على العالم الكبير الذي امضى عمره في العلوم العقليه والشرعيه تكامل الاله ده. وهذا الاحمق لا يعلم، ويظن ان ما اشكل عليه هو ايضا مشكل على العالم الكبير. يقول المشكله اللي ظهرت فيها من المبنى المصريه دي ما هي مشكله على العالم الكبير، لا مش مشكله، الواقع عنده وضوح قد ايه؟ اظهر من الظاهرات خلاص. ويظن ان ما اشكل عليه هو ايضا مشكل للعالم الكبير، اي على العالم الكبير. فتجد يجادل العالم الكريم. انا بديها مثال كده كنت بديها في علم الحديث. ان في طفل في ابتدائي زي مننا هذا الصغير ويذهب لدكتور الجامعه فيقول له الطفل شايف حاجه خياليه صعبه. واحد زائد واحد يساوي ثلاثه، وشايف كده الطفل. اظن انها ثلاثه، تظن الطفل الصغير. فدكتور الجامعه يقول واحد زائد واحد يبقى اثنين. مش ثلاثة، يقول لا ثلاثة. فده طفل وده دكتور في الجامعة. هكذا بالنسبة لمبتدئي ودعاة علم الحديث ممن يدعي أنه محدث، ها؟ أو محدث العصر. وبين الحافظ الكبير اللي هو أعلى من دكتور الجامعة. وكان الحافظ الكبير هو الحديث الصحيح. ومبتدئ ده وجد إن واحد اضطر على الأمر عمل ترجيحات خاطئة. يقول لا حديث ضعيف. فدي مثال تمام في علم الحديث. تقعد تجادله فانت تجادل الحافظ. هو في حد حافظ على الدنيا دلوقتي؟ في واحد حافظ في الدنيا؟ لا، دايما حافظ للحديث في الدنيا. الحفاظ الامام احمد كان يحفظ 100 مليون حديث، مليون حديث. فين؟ ما فيش جزء هنا مليون حديث ويجي واحد في اخر الزمان يقول ده الحديث ده رواه احمد وقد صحيح. في حديث رواه حديث يعني يظهر عليه النور مما ادلك على ذلك. شوف ملكه، ها؟ انا عندي رائحه حديث، عندي رائحه مش ملكه كامله، لان عندي رائحه حديث. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرش وملائكتك وانبياءك ورسلك وجل حقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. تظهر علي نور النبوه، يحس كل واحد مسلم قدامي نور النبوه. الحديث ده صححه خمسه من الكفار، وجاء واحد يقول لك لا ضعيف في اخر الزمان في العصر ده. هل يقدر قول في مقابله خمسه من الكفار منهم ابن خزيمه وابن حبان؟ ابن خزيمه ائمه من الائمه يكون صحيح وانت تضعفه؟ ده حافظ من كبار الكفار وانت لسه في درجه محدث. اقصى مقيل في العصر ها محدث العصر. لكن حافظ ما احد في واحد دكتور كان في الجامعه عمل كتاب على هذا جزاه الله خير مثلا شوف كده اسمه اخر الكتاب قال كل دول لم يدخلوا في طلب العلم بعد لم يحصلوا طلب علم ولا محدد. كل دول يعني اعلى واحد فيهم عندنا عنده هو بعد البحث قال لم يصل الى طلب محدد. ماشي. فالمثال على موضوع الحديث ده وقال اثر الحماقه بتاعته وحمقه واضطراره لنفسه وعنفه وانه قد حصل شيء من العلم على فاغلق عليه الباب فاصبح الجاهل الاكابر وهو جاهل. فعند ذلك الاجاهل الاكابر هم يجادلوا، ها؟ يجد ان هم ما ينفعش يرد عليه، ده خلاص وصل لحته انتقد فيها المستوى العقلي في تبادل المعلومات. ده هو ادنى مش قادر يدركه. لذلك الامام الشافعي يقول ايه؟ اذا جادلت 100 عالم جادلته انتصرت عليه. واذا جادلني جاهل واحد جدلك ما قدرتش ان انا اتكلم معاه. القواعد عنده غير منضبطه، ما عندوش قواعد اصلا. زي اهل المدارس الاخرى ما فيش عندهم قواعد، لا اصول فقه ولا قواعد فقه. لا ولا حاجه خالص، انما ايه؟ يقيس المساله مره ومره لا. طب يا عم في قاعده واحده
انت بتمشي على ايه ظاهر النص مباشره، تيجي هنا تقول له ليه؟ ايه الضابط اللي بخليك ما تقولوش هنا؟ ايه القاعده اللي جعلتك تاخد تخرج هذا استثناء من انك تمشي على ظاهر النص؟ يجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظه. يقول لك لا، ده مؤول، وانت ما بتقولش اصلا. مش معنى ده تقوله؟ مش عاجبك ايه؟ ان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان اكثر ما استوعبش كده، يبقى العمليه الميزان عندك غير منضبط، مفيش قواعد، مفيش ضوابط، مفيش منهج علمي. وده غالب الناس. ربنا يرزقنا هدايه وان نسلك اليه طريق سبحانه وتعالى. فاذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله ويظن انه ان ما اشكل عليه الجاهل ده يبقى ايه؟ جاهل. جاهل كما قلنا احمق. يظن ان ما اشكل، شوف من حمقه بينزل الشيخ زي ما يكون في مرتبته. ده الشيخ مشكل برضو على المساله دي، واحنا بنجيبه عشان انا حاسس ان الحق وهو برضه مش عارف حاجه ومعلوماته اقل، شوف نظره كده ايه. ويظن ان ما اشكل عليه هو ايضا مشكل بالعالم الكبير، اي على العالم الكبير. فاذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقه، سؤاله من سؤال احمد، ويجيل من ايه؟ الحب ينتقل انتقالا عقليا من غير ترتب دلائل عقليه. واحد بيقول فلان ده بيقول له ايه؟ يقول اولاد المسلمين ده في الجنه. فالشيخ بيقول ايه؟ اللهم يعني فلان ده ان شاء الله من اهل الجنه، وبتاخد مهم على ابن ابي طيب قلب انسان ما تبني. ها؟ فالتالي ده يقول لك ايه؟ فلان ده بالذات مش داخل الجنه. يا سلام. ده في الحديث بيقول ايه؟ واولاد الكفار في الجنه خلوا اولاد المسلمين خلوا في الجنه. يبقى انت عايز تخرج الواد ده بالذات خلدان. ايه عندك المخصص الذي جعل ذلك الولد بعلمه لا يدخل الجنه؟ فين المخصص؟ الميزان. احس ان فين العقل؟ ما هو في عقل، مفيش عقل. العقل ما هو كل يوم داخل الجنه، ما انت داخل الجنه. وانت في موقع تاني مقولين ان الدين داخل الجنه، وانت بتبقى كده داخل الجنه. لكن قول الصدق المصدوق. خلاص؟ ما تجيش تستدل واحد يبقى ده هو شخص او ده عدم عقل. فين المخصص الذي جعل هذا الولد الذي مات دون الحنف يدخل ما يدخلش الجنه؟ فين المخصص؟ وما ذكرش مخصص طبعا. المخصص انه لا عقل. واضح؟ اللي هو احمد بالظبط. ربنا يوفقك. وانا لا اشتغل بجواب لان هيوصل وانت بجاته مرحلة عقلية فقد الاتصال العقلي بين المعلومات. هو بيتكلم في حاجة وأنت بتتكلم في حاجة تانية. ماشي؟ فقد الترتيب العقلية والشرعية والسمعية. طيب النوع الثالث الذي لا يرجى ضده من الجهل أن يكون مسترشدا. وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه. وكان سؤاله للاستفادة، لكن يكون بعيدا لا يدرك الحقائق، فلا ينبغي الاشتغال بجواب أيضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قطع عقودهم. النوع الثالث، خلي بالك ما هو تتكلم عن الطائف المعضل أولا، وهو إيه؟ الجاهل الحسود، وبعدين أقل منه في الإعراض اللي هو ممكن يعالج مع مرور الزمان. اللي هو الجاهل الاحمق، بل اقل منه في الاعراض ممكن يرجى ان يعالج اقرب في العلاج من الطائفتين من القسمين السابقين، وهو الجاهل المسترشد او الذي ايه؟ الجاهل البليغ. عنده بلادنا في الفهم، بطء في الفهم. اصل خلي بالك من مميزات العقل يا جماعه ان العقل كلما تعطيه يتسع. كلما تعطيه وتطلب عليه في المعلومات هو يتسع زياده ويقبل، وبتبتدي قوه الحفظ شده الحافظه تزداد. خلاص؟ سيدنا نور الدين، اذا قلت نور الدين يبقى مين؟ سيدنا الشيخ علي جمعه. يقرا كل يوم 100 صفحه في اي وقت. وفي طريق الفقه كان كل اللي يقرا 200 صفحه. اصول فقه، قواعد فقه، فقه، منطق، بلاغه، بيان، اعراب، نحو، حفظ.
فكل ما يدي عقله يتسع مع سبحانه وتعالى بمدد من ربنا طبعا، لكن انا قصدي الفائده الاغلبيه في العقل، كل ما تديني عقل كل ما يتسع ويقوى وتزداد الحافظه ويزداد اتساع العقل. فكان مره الدكتور جمال فاروق جالس بجي ام جي ايام الثوره، قبل الثوره يعني كده، فجالس بجواره يقول له مولانا المساله فيها كده. فقال يا دكتور جمال انا قرات 45,000 عنوان، قرا 45,000 كتاب، 45,000 كتاب ده زمان يعني الكلام ده من قبل الثوره يعني من 10 من 7 8 سنين او 5 سنين. طيب ده جزء كام؟ 50,000 كتاب، ده يعني كنت كتاب من ضمن 50,000، فخر الرازي كتاب من ضمن 50,000. وقال قبل ما كان يشتغل في مكتبة الشيخ علي بن يحيى عند كده مكاتب في مدينة نصر وفي الفيلا بتاعته وفي طوقيو ومكاتب وفي مناطق كده في مش عارف ايه 100 عقبة وما إلى ذلك، الكتاب كان كميات كبيرة جدا من المكاتب في الكتب بتاعته. فكان يضع الكتب ابلغا يعني ما كان يعني يشتغل في المكتبه، قال هذا الصف لا ترفعه على المكتبه على الرفوف، كان لا يرفع كتابا على الرفوف الا بعد ان يقراه. ودي كانت برضه ايه؟ اخذتها من الشيخ ايه؟ محمد راشد، كان الشيخ محمد راشد الكتب اللي على الارض لسه ما قريش، او يكون كتاب جزء في بحث، اما الكتب المرفوعه على المكتبه كلها اراها. قراءه مع الاتقان والسرعه والحفظ والاتقان القراءه بالادوات القراءه كما ادوات القراءه ذكرها في سيدنا الشيخ علي جمعه في كتاب الطريق الى التراث الاسلامي، الا كيف معادله النصوص، تعالج النص ازاي؟ افهمه ازاي؟ ها زي ما احنا كنا بنقول ايه؟ مفهوم المخالفه بتستخدم مع النص مفهوم المخالفه، ها؟ بفقد شرط او ما او وجود مانع او وجود واجب او فقد واجب او ركن ها او ما الى ذلك. فيقرأ بهذه الطريقة بالعقلية الكاملة فيفهم ويستوعب ويتسع العقل. العقل كلما تدركه يتسع. طيب. لأن البديل ده له علاج، لكن هو ما مشيش في العلاج بتاعه. كثرة القراءة، كثرة الاهتمام بمعالجة النصوص، كيفية القراءة اللي فيها استيعاب مستنيرة عميقة مستنيرة يبقى يصل. مع المجاهدة يتأثر على نفسه وإيه؟ عنده بلالة. خلاص؟ والثالث ان يكون مسترشدا يعني يريد الرشد ويطلب الحق، وكل ما لا يفهم من كلام الاكاذيب يهمل على حصول فهمه، وكل ما لا يفهم كل ما يفهمش من كلام الاكاذيب يحمله على حصول فهمه هو، يقول ايه ده حصول في الفهم عندي، يبقى هنا هو متهم بنفسه حلو. وكان سؤاله بيسال من الاستفاده هذه الفتاة العلمية وتمام الرشد، لكن يكون جديدا لا يدرك الحقائق. لذلك يا المشيخ يستصعب عليك شيء، حاول انك انت لما استصعب عليك شيء ترجع اصل المسألة وتدرسها، هتلاقي لذة عجيبة في العلم. إذا استصعب عليك شيء وشيء أبهم عليك ومغمض عليك، جيب ارجع للكتب والمراجع وجيب أصل المسألة وابحثها، هتلاقي نفسك إيه؟ طبعا من اصلها لادلتها بقت واضحه، بتحس بسعاده عجيبه. واضح؟ وده نوع من الوقل ايه؟ والتحرر من البلاده. ماشي؟ كيف تتحرر من ان تكون بليدا؟ تقف على المساله تجد من اصلها. ماشي؟ ولكن يكون بليدا لا يدرك الحقائق. فلا ينبغي الاشتغال باليهودية ايضا، انما الدين المساله والقاعدة بتاعتها وسيبه بقى هو يبحث، هي دي جاهلة الأمر التاني خلاص. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكذب الناس على قدر عقولهم. الأكابر يا مولانا منك مين؟ موالينك؟ الأكابر دول بالظبط زي ما بيقول الشيخ كمان إيه؟ اديني قواعد المنطق وأنا هحاول أركبها في مخي. كل القاعدة في بالي احاول ادورها واركبها كما انا في مخي والدنيا شغاله. خلاص؟ الاكاد بقى عندهم القواعد دي مستقره. خلاص؟ فتيجي تتكلم انت عايز تخالفه نتيجه البلاده او قصر العلم تخالفه في القاعده المتفق عليها. ماشي؟ فقصر العلم وجان ليك وجان لي انما هو جان لي
بدأت بالبعض وروح أبحث عنها وشوف الأمثلة بتاعتها وكيف لم نرد ذلك الفعل حتى تلك الفاعلة وكل العنجد وكيف نحو نوم صرف بيان قلنا الشرع أصول قواعد كل الحكم إلى علمك بهذا الأمر فتزيد نوع البلاغة النسبية خلاص ترتفع عن البلاغة النسبية وهذا إيه ما ينبغي الاشتباه بجوابه أيضا ها؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن عشر الأنبياء أمنا أن كنا الناس على ربع قولهم يبقى ده أصلا نتيجة كسر عقل يقوم على التعب خلاص يبقى الرب ده كسر عايز يمتد يقال إلى يأكل الرب مع الدين وما إلى ذلك كحكم شرعي وما إلى وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال ويكون طالب الطريق المستقيم ولا يكون سؤاله واعتراضه مع حسد وتعنت وامتحان وهذا يقبل العلاج فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابة المرض الذي يقبل العلاج وهو أن يكون مسترشدا أي طالبا للرشد عاقلا فاهما ليس بليدا ماشي لا يكون ما عندوش بقى ايه الامراض السابقه لا يكون مغلوبا لحسد الحسد غالب عليه والغضب ان الغضب حسد غالب عليه وحب الشهوه ها شهوه الرياء والسمعه وشهوه الكلام وشهوه الانتصار للنفس ها والجاه والمال وحب الشهوه والجاه والمال لانهم كانوا يتوصلون بالمجادله الى اموال ها ويكون له جاه مجادل كويس العالم واضح فلا يفرق الناس بين العالم والمجاهد ويكون طالب الطريق المستقيم طالب ايه ان يصل الى الحق ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت وامتحان ما يكونش انت ما بتسالش شرط الجهل واضح تسقط ويغلق عليك ويغلق على الشيء اذا واحد بيمتحن الشيخ بتاعه كده تصبح الشيخ بجد ده غلط مش احسن تتكلم معاه تكون الاجابه غلط ديه من توفيق الله تعالى موافقة لحالة معينة هي صح الإجابة الغلط دي ماشي وأنت فهمت الغلط لأنك تغلق عليه فتغلق على الشيخ أيضا في الإجابة ها ليس عن امتحان ما تسألش حد عن امتحان ما تسألش الشيخ عن امتحان لكن ممكن في حالة ثانية تسأل الشيخ لتمكينه يعني تدكينه بشيء حتى يكون المسألة كاملة للطلبة فيستفيد الجامع كمان ممكن ماشي ها وهذا يقبل العلاج فيجوز ان تشتغل بجواب سؤاله بل يجب عليك اجابته والثاني مما تبع يكون الاول مما تبع هو نوع الاشياء المرتبطه بالجهل خلاص فيقول اول حاجه لا تنظر أحد ماشي وينبغ عن المناظرة أن ينتج المناظرة أنواع الجهل هي جهل حسد وجهل حم وجهل بليد جهل بلادة والجهل الذي يقبل العلاج وهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما ونكون بهذا قد انتهينا من النوع الأول مما تدع مجادلته والكلام فيه من انواع الاربع اشياء التي تدعوها وتدعوها المجادله والمناظره العلميه